والمهم ان في هذا العمل ان نوازن بين تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات من جهة اللي هو تحسين الوضع المالي والمحافظة على النمو الاقتصادي. جدا مهم وايد، هذه شيء مهم ان هذه الموازنة تصير صحيحة، لان الواحد يقدر يقول بعدل الوضع المالي باكر كله ويأثر سلبا على النمو الاقتصادي. والله الحمد بالعمل اللي تم في السنوات اللي مرت منذ اطلاق برنامج التوازن المالي ومؤخرا خطة التعافي الاقتصادي، قاعدين نشوف ليس فقط تعديل في الوضع المالي وتحسين في الوضع المالي، لكن مع مراعاة الحفاظ على النمو الاقتصادي. والأرقام اللي تم صدورها أمس، ويعني أطلب من سعادة النائب أن يحدث بعض الأرقام اللي تكلم عنها، لأن تم الإعلان عن جميع هذه الأرقام بالأمس، وممكن نزود كذلك بعض هذه الأرقام عشان تكون محدثة عند سعادة النائب، اللي بيّن أمس أن الاقتصاد حقق أكبر نسبة نمو منذ عام 2013، وبنفس الوقت اللي تم فيه تقليص للعجز من ما كان يقارب 6-7% من الناتج المحلي إلى 1% من الناتج المحلي. فيعني أن الواحد يعدل العجز ويحافظ على النمو في نفس الوقت، والشكر لكل من ساهم في هذا العمل من القطاع الخاص ومن الأجهزة الحكومة ومن السلطة التشريعية، لأن فعلا هذه المعادلة هي معادلة مهمة. لازم نحافظ على النمو الاقتصادي، نحافظ على خلق فرص العمل للمواطنين، نحافظ على خلق على نمو الاقتصاد لما فيه المصلحة للمواطنين وخلق فرص لهم وزيادة دخلهم، وبنفس الوقت نعدل من الوضع المالي. وفي دورة الميزانية هذه احنا بنحط يدنا في يد مجلسكم الموقر عشان نستمر في هذا الاتجاه، ونبني على المكاسب اللي تمت في تحسين الوضع المالي والمحافظة على النمو الاقتصادي، وان شاء الله نسرع من وتيرتها، وبنفس الوقت نوصل الخير للمواطنين ونوصل لهم الفرص الطيبة.